عادة في هذا الصراع يأتي ذكر قطبين مهمين في المعادلة، إيران تركيا. إيه علاقة إيران باللي بيحصل؟ وهي طبعا معروف أن هي داعمة تماما لحزب الله وتمده بالأسلحة وتهدد إسرائيل ليل نهار. تركيا كمان موقف خطير، لأن أردوغان قال قد ندخل إسرائيل كما فعلنا في ليبيا وفي ناغورنو كاراباخ، ووزير الخارجية الإسرائيلي اللي هو اسمه يتسرائيل كاتس طالب كل الدبلوماسيين بتوعه ان هم يطلبوا حلف شمال الأطلسي بطرد تركيا منه بعد هذه التصريحات. الإيران وضع مختلف تماما، تأثير بالغ لا يقارن بالتأثير التركي. تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزال تصريحات سياسية دغدغت المشاعر عادته، يعني دغدغت المشاعر، وهي أساسا ليست مبنية على أرضية من الواقع. لكن فيما يتعلق بالدور الإيراني هو دور نافذ ومحرك أساسي في القرار الذي يتخذه حزب الله. وحتى يعني التأثير ممتد إلى حركة حماس، لكن العلاقة مع حزب الله علاقة استراتيجية، لأن كل ما يملكه حزب الله من عتاد، من تسليح، من يعني إنفاق شهري يومي تتكفل به إيران، وهذا أعلنه الأمين العام لحزب الله. وبالتالي القرار، قرار الحرب مع إسرائيل فيما لو فكر حزب الله بالتأكيد يحظى بموافقة إيران، وفيما لو رفضت إيران أعتقد أنه لن يتم. وبالتالي الربط بين تركيا وبين إيران أعتقد أن الوزن النسبي للدولتين في تأثير على هذا الصراع متباين بدرجة كبيرة جدا. زي ما قلت لحضرتك، تصريحات الرئيس التركي هي تصريحات سياسية ويعني له طبعا له أبعاد فيها، طبعا هو يعلم تماما ما هي الخلفية والدوافع التي من أجلها يطلق مثل هذه التصريحات التي ليست مبنية على واقع. حينما تحدث عن إيران، إيران لديها قوة عسكرية موجودة في لبنان حقيقية، ولديها مستشارين قريبين جدا من دوائر صنع القرار في حزب الله، وتؤثر في القرار اللبناني الذي يتمتع به حزب الله. طيب خليني أسأل حضرتك بقى أخيرا، قبل ما أسأل السؤال اللي نفسي فيه لو في وقت يعني، واللي يمكن سألته لحضرتك في لقائنا السابق، وحضرتك على دراية كاملة بالتركيبة الإنسانية اللبنانية، وكنت مدير مكتب الأهرام هناك فترة مش قليلة. الأول عايز أعرف تحذيرات الأمريكية من أن تكون الحرب محدودة وعدم التوسع، هل ده جزء من السيناريو ولا هو بالفعل يعني الجيش الإسرائيلي بيعمل حساب لمثل هذه التصريحات وهيحاول أنه ما يتوسعش في هذا الصراع؟ الأمر يتوقف الآن على رد فعل حزب الله. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ليس في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية الآن وإنجاز هذه القراءة، لأن طبعا بالتأكيد لسنا على اطلاع كامل بنوايا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد أن الحسابات الأمريكية في هذا التوقيت لا ترغب في أن تكون هناك توسعة للحرب، على اعتبار أن لديها أولويات داخلية في انتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر. لديها يعني إنفاق كبير تقدمه لإسرائيل، وبالتالي توسيع رقعة الإنفاق هتبقى خطر، رقعة الإنفاق، وإسرائيل تعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي. وأعتقد أن الناخب الأمريكي ربما لو أخفقت إسرائيل في الحرب، وطبعا ونجح حزب الله يؤثر طبعا، وهذا ما نتمناه في توجيه ضربات مؤلمة ومؤثرة لإسرائيل، سوف يؤثر على القرار الأمريكي وعلى الناخب الأمريكي. لكن بالتأكيد الموقف الآن يتوقف على ردة فعل حزب الله. يعني الموضوع خارج عن الحسابات الأمريكية، خارج عن النوايا الإسرائيلية. الآن هو ماذا سوف يفعل حزب الله؟ يعني أتمنى ما يكونش مد الاستقامة الخط اللي بيقول إن دي كلها اتفاقات عملاها إسرائيل علشان يظل القادة دول على هذه الكراسي لمدة طويلة بس ما علينا، يعني ده لها ما يؤيدها أو ما يضدها. لكن عايز استثمر الثلاث دقائق اللي فاضلين في سؤال مهم بسأله لحضرتك، يعني أين الإرادة السياسية الشعبية للبنان أن تنفض؟ يعني حتى الفلسطينيين لقينا منهم دلوقتي من يرفع صوته
للحمسويين ويقول له أنت متحصن في السراديب وفي الأنفاق وإحنا بنموت، فأنت تصرفاتك مش بتعبر عننا. بصرف النظر أنا بتكلم عن لبنان كدولة، يعني أين المواطن اللبناني من عودة هذه الدولة الجميلة اللي كانت بتميز المنطقة وكانوا بيسموها سويسرا الشرق، سياحة وضيافة وأثار وغنى وفخامة وحياة ناعمة وسينما ومناظر خلابة للطبيعة، وحضرتك طبعا شفت كل ده بنفسك. هو لبنان طبعا هي كل اللي ذكرته حضرتك، لكن لبنان تعاني من لعنة الطائفية. الطائفية في لبنان متجذرة بشكل كبير جدا، وللأسف زعماء الطوائف في لبنان هم يعني سبب الأزمة الكبرى التي يعاني منها لبنان على مدى التاريخ.